بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي تحت اللمبة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحت اللمبة. سعداء أن نلتقيكم هذا الأسبوع بصحبتنا، موضوع جديد ومهم يتعلق بطلاب الشهادة العربية بين الاندماج والتوهان. اخترنا العنوان ده عشان نتناقش حول موضوع طلاب الشهادة العربية في السودان. هي قصة معروفة للجميع، هناك كثير من الأحاديث والأقاويل في هذا الموضوع. يسعدني جدا أن يكون عندنا ضيوف اليوم. رزان محمد عبد الله، طالبة شهادة عربية برضه، أهلا وسهلا رزان. كيف حالك؟ مرحب بك تحت اللمبة. أهلا. ومعنا الأستاذ الصحفي عمر كباشي، أهلا بك يا عمر. أهلا، مرحب بك أستاذ. وأخيرا جيتنا تحت اللمبة. الله يبارك فيك أستاذ. مرحب بك. والموضوع ده يعني هو موضوع هام، أن المرحلة الجامعية هي مرحلة مهمة في عمر الإنسان، مرحلة انتقالية من فترة إلى فترة أخرى. ربما يكون إنه الفترة الدراسية دي لما تكون في مكان واحد وتستمر، قد تكون أسهل بكثير من أنك تنتقل لمكان تاني، والمكان تاني مقصود له مجتمع آخر مختلف تماما، وبالذات إذا كان هو مجتمعك الأصلي. يعني أنت عشت فترة طويلة برا، وفي الجامعة مثلا جيت درستها هنا فقط. هنا التغيير الحاصل حاصل في سن عمرية متقدمة، أو في سن فيها تكوين لشخصية الإنسان وكثير من التفاصيل اللي هتعرف عليها في الحوار التالي. لكن خلونا نشوف آراء الشباب حول الموضوع، نعمل مدخل لنا ونجي نبدأ النقاش بتاعنا. في جزء بندمج من طلاب الشهادات العربية، بندمج في المجتمع هنا بسرعة، لكن في جزء آخر بلاقي صعوبة، لأنه بيكون متأثر بالثقافة اللي هو جا منها، بحيث إنه هو من صغير كده تربى معاه هناك في كده، فيعني أسلوب الحياة هنا بيكون مختلف. موضوع الشهادة العربية إنهم يتغلموا وما يتغلموا، البعض منهم بيقدر يتغلم كيف؟ أي هو ولده هناك، لكن في الإجازات بيجي السودان، يعني بيتعرف على البيئة، بيعرف السودان حبة حبة، الموضوع بيكون له عادي. لكن في ناس أصلا يترعروا هناك، ولدوا هناك، قرى الروضة الابتدائي الثانوي، فجأة جا هنا جاء السودان يقرأ الجامعة، فالموضوع حيبقى له صعب شديد. أنا جيت من السعودية 2011، الحمد لله رجعت كثير وجيت كثير، قريت هنا هندسة زراعية الحمد لله، تخرجت منها 25 شهر 9 2016. الحمد لله بيندمجوا، بتلاقون أنا شخصيا لقيت صعوبات في الأول، لكن الحمد لله أي حاجة هنا متاحة يعني وموفرة، حتى المجتمع ذاته بيقدر يحترمك، بيقدر يحل مشاكلك، هي مشاكل أيا كان نوعها. يعني مثلا إذا كان في اللغة العربية اللي هي في اللغة المحلية، اللغة اللوكل، ولا هم الناس بتفهمك، يعني المجتمع بيفهمك. طلاب الشهادة العربية هم بيقدروا يندمجوا في المجتمع، يعني في ناس بيكون عندهم قابلية إنهم يندمجوا مع الناس، روحهم مرنة، بخشوا في الناس سريع، لكن في بعضهم بيكونوا منطويين عايشين هناك، منطويين بيجي هنا ما بيقدروا يتعاملوا مع المجتمع، ما بيقدروا يتعاملوا مع السودانيين، حتى اللي يعني في أصغر الحاجات ما بيقدروا يندمجوا معاهم ويخشوا معاهم فيها، فبكون دي عندهم يعني مشكلة. أنا بعرف واحدة كان شهادة عربية أول ما جات، حاولت تخش في الناس لكن ما قدرت تندمج مع المجتمع، ما قدرت مع الجامعة، ما قدرت في النهاية خلت الجامعة ورجعت تاني. طالب بتاع الشهادة العربية إنه ما بيقدر يعمل يعني اي حاجه، او هو موجود في مكان واحد فقط، يعني ما بيقدر يتجول، ما بيقدر يحوم، يعني بيئته بتكون واحد، يعني ما عنده ثقافات كثيره عكس السوداني. يلا المشكله من هو يجي هنا ده، الناس يعني بيشوف كانه حاجه غريبه، لكن هو ممكن يندمج عادي، يعني ممكن يندمج وممكن يدخل الجامعات، وممكن يعني ممكن يشارك في حياه كثيره. هي ما مشكله بتخص ابن الشهاده العربيه او طالب الشهاده العربيه، هي مشكلة حتى نحن جزء المجتمع السوداني مشاركين فيها مشاركة كبيرة. طالب الشهادة العربية لما نيجي المجتمع السوداني بيتعامل معه كزول جاي من ثقافة ومنبوس، لازم بيتعامل معه بحذر، ما بحاولوا انه يتقبل الزول ده يدخله في مجتمعهم وينصهر، بحيث انه يقدر يتعرف الحاجات مجتمعنا السوداني ويتعامل معه يتعاطى معه. اوكي، هو زول جاي من بيئة وقد يكون مكفول، او زول ربا في مجتمع بيختلف عن مجتمعه. إضافة لكده أسرة الطالب ذاته هي بتكون مشاركة بصورة كبيرة، بحيث إنه ما قاعد تزرع فيه حياتنا السودانية أو قاعد عاداتنا وتقاليدنا، بتخليه يكون زايد في المجتمع اللي هو اتولد فيه وعايش فيه. هي دي الإشكال. بعد ذلك بيجي بيحصل هنا تناقض، هو بيجي في مجتمع ما قادر يتقبله وجاي شايل ثقافة بتاعت مجتمع ثاني.
دي بعض الآراء اللي أدونا لها الشباب لما سألناهم عن الموضوع ده، لكن التفصيل الأكثر هو الفرق في الحياة الاختلافة يعني في المناطق اللي ممكن يعيش فيها زول في السودان. يعني هل الشباب قادرين على أنهم يصلوا لنقطة من التواصل والاندماج وبداية حياة جديدة بعد سنين طويلة يا مركب باشي في بلد ما وعودة لبلدك الأصلي؟ في البداية عودنا برنامج تحت اللمبة انه يطرح قضايا مهمة ويتم النقاش حولها، وانا بعتبر انه ده من الاشياء المهمة انه يطرق لها البرنامج اللي هي طلاب الشهادة العربية واندماجهم في المجتمع السوداني بعد عودتهم من غربة، وكثير منهم بيحضروا بغرض الدراسة في الجامعات السودانية. في تتباين هذه الاشياء، هنالك بعض الطلاب حصل لهم اندماج في المجتمع. أنا بعزي الحاجة دي لأنه هم ممكن يكونوا كرروا زيارات، أو يكون مثلا الدولة اللي هم موجودين فيها فيها عدد من السودانيين، فبيكون الغربة بتاعتهم ما يتأثروا بها خالص، ما قاسية ما قاسية، وما يتأثروا بال 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 بالدولة اللي هم فيها أو الثقافة حقتها أو اللهجات أو كده. أما في بعض الطلاب أو بعض الشهادة العربية، طلاب الشهادة العربية هم بيكونوا يتأثروا بالدولة اللي هم موجودين فيها بحكم انهم يعني ما في سودانيين موجودين في المنطقة اللي هم موجودين فيها، فديل بيكونوا اول حاجة اخذوا اللهجة تحت المنطقة اللي كانوا موجودين فيها، واخذوا الثقافة، وزي ما بنقول نحن حصل لهم استلاف فكري او ثقافي، يعني بيكون اخذ الثقافة بتاعت البلد اللي هو فيها. حتى نحن نسمع انه في بعض طلاب الشهادة العربية بيحفظوا النشيد العالم، نشيد العالم بتاع الدولة اللي هم موجودين فيها، وما بكون حافظ النشيد الوطني السوداني. ما زنبو لكن ودي هي ممكن نقول ما زنبو، زنب الأسرة. أسرته هي ممكن لها كان دور في إنه تنشئ بتاعته ويعرفوه بثقافته لبلده، وحتى هم ذاتهم يعني في بعض منهم بيحب البلد اللي هو موجود فيها أكثر من بلد السودان، باعتبار إنه هي دي بلده والحياة اللي اتولد فيها ونشأ فيها وأصحابه وأصدقائه من الدولة دي. فدي هي من المعضلات ومن المشكلات الحقيقية. رزان حاصل لك كده؟ أنا والله يعني أنا رزان اتولدت وعشت في السعودية، جيت يعني من 6 شهور يا دوبك السودان. موضوع إنه يعني على موضوع نشيد العالم وكده، أنا نفسي واحدة يعني نشيد مدارس السعودية أول حاجة حفظتها النشيد السعودي، فيمكن عرفت السوداني وأنا في 4 ابتدائي 5 ابتدائي يدوبك حفظته يدوبك عرفته، فما حسها هذه سفاسف أمور يعني، ده ما هو اللي هيمثل وطنيتي ومعرفتي بالسودان. صح لما تكون مثلا في السعودية، أنا في الرياض يعني كنت عايشة في الرياض، ففي سودانيين كتار، الأسرة ذاتها بنمشي زيارات السودان كثير، فده يمكن ما خلاني منقطعة من السودان بشكل تام يعني بشكل واسع، إنه أنا خلاص منقطعة عن السودان. لما جيت هنا للجامعة حسيت إنه في زي صورة نمطية إنه الشهادة العربية ما شطار، الشهادة العربية ما يعني مطوين على نفسهم، نوعا ما مطوين على نفسهم. بس مثلا لما في يوم الكشف الطبي للجامعه بيسالوك شهاده عربيه شهاده سودانيه شهاده عربيه، على طول الاجابه الاولى خاص قبول خاص، بقول لهم لا قبول عام. لما تقول لهم قبول عام اول اجابه دبلوم، يا جماعه انا شاطره وانا جايه وقاري. ليه يعني ليه هي الاسئله بالطريقه دي؟ لا ما انه الصوره النمطيه بتاعتهم انه شهاده عربيه ما شطار، ما هيخش قبول عام، ما هيقدروا ينافسوا مع الشهاده السودانيه، باعتبار الشهاده السودانيه اقوى. باعتبار انه الشهاده السودانيه اقوى مع انه تفضلي لسه بعد حتى يعني احنا بينقصوا لنا من درجاتنا، وبعدين السنه دي عملوا نظام الكوتا انه بمقاعد محدده، بعد ده كله بتلقى في من السعوديه او شهاده عربيه. ده بمعنى انه احنا بذلنا جهد، قرينا كويس، ودخلنا جامعات معاكم ما اقل، وممكن تلقى كمان انه شنو في متميزين من اوائل الدفع وشهاده عربيه. فالصوره اللي انطبعت في عقل المجتمع انه هم ما شاطرين، انه هم ما بنفس المستوى، ما عارفه هي يمكن كانت في جزء يعني في جزء كان كده، لكن ما الكل يعني التعميم ما صح، التعميم ما صح في النقطه دي يعني. هل قوه الشهاده السودانيه يعني دليل على انه الشهادات العربيه الاخرى اللي بيجي منها الطلاب السودانيين هي اقل
شأنا في الناحية الأكاديمية، وإنه طلاب هم طلاب حيكونوا درجاتهم متدنية، هل ده يعني دليل كافي؟ بالتأكيد إنه الشهادة السودانية لها مكانتها الرائدة، ومعروف يعني السودان بالتعليم منذ القدم، وحتى يعني كثير من الأساتذة السودانيين بيتم ابتعاثهم لدول عربية زي اليمن والسعودية والإمارات وقطر، ويدرسوا هناك وكان لهم سمعتهم ولهم مكانتهم حتى الآن. والدليل على إنه الشهادة السودانية هي أقوى من باقي الشهادات العربية إنه السنة اللي فاتت والقبلها إنه في طلاب أردنيين ومصريين بيجوا يمتحنوا شهادة سودانية، يعني شهادة سودانية يعني بتزيد أي شهادة عربية بتخش بالشهادة السودانية هناك بتزيد 10 درجات. ده بدل على إنه شهادة سودانية حتى. لكن هل 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 اختلاف المناهج وطريقة التدريس وبيئة التدريس يعني دي سبب مؤثر لانه يكون في فرق واختلاف بيناتهم؟ يعني طلاب الشهاده العربيه اللي بيجوا بيدرسوا في السودان طلاب شاطرين متميزين متفوقين. المنهج له اثر، يعني في مثلا الدول العربيه بيكون المواد بتاعتهم او المنهج بتاعهم سهل نوعا ما، يعني تيجي مقارنه بمثلا انا بتكلم عن التعليم في السابق، يعني التعليم الان يمكن حصل فيه اخفاقات وحصل فيه تغيير. التعليم في السابق في الابتدائي يعني من اولى لحد سادسه ابتدائي في يعني كان قوه في الشهاده بتاعت الابتدائي، وكان حتى الطالب لما يتخرج من الابتدائي من سادسه بيكون ملم بالقراءه والكتابه، ويكون يعني حتى المواضيع الانشائيه بيكون طالب متمكن. لما يجي المتوسطه اللي هي 3 سنوات خلاص الطالب لما يتخرج من المتوسطه حتى في بعض المدارس في الارياف يعين كمعلم او كمساعد تدريس في المدارس تحت الابتدائي. فكان الشهاده المتوسطه لها برضه قوه ولها اثر، ومن ثم الشهاده السودانيه هي انت لو اخذت شهاده سودانيه تعتبر الاشخاص المرموقين ولهم وزنهم حتى الوظائف. طيب احنا ما بنختلف في الكلام ده يا عمر، لما جينا في الوقت الحالي ما بنختلف، يعني معليش انا ما داير اقاطعك، لكن انا اتحدث عن انه ليه النظره للشهاده العربيه وطلاب الشهاده العربيه انهم ادنى مستوى وهم اقل يعني علم وثقافه وادراك حتى لمعاني الحياه، ليه بعينه اليوم؟ لانه طلاب الشهاده العربيه دي عندهم خواء فكري، عندهم اهتمام بسفاسف الامور، عندهم يعني تحس انه هشين، يعني ليه النظره؟ اولا الغربه ليها اثر حاجه واحده، الحاجه الثانيه هم بيجوا من ثقافه بينتقلوا من ثقافه لثقافه اخرى، يعني هو لما نجي بالثقافه السعوديه، الثقافة السعودية معروفة بأنه مثلا عندهم جانب الالتزام الديني، بتلقى مثلا البيت يعني بتكون دائما لابس النقاب، ملتزمة في لبسها، عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الجوانب الدينية هم بيكونوا يعني مبرزين فيها. اللي بيحصل شنو بعد ذلك؟ حتى طالب الشهادة العربية السعودية بتلقاه حافظ القرآن الكريم، يعني بيركز على الجوانب الدينية في التعليم أكثر من الجوانب الأكاديمية. بعد ما يجوا هنا ده يدرس هنا لما يجي بيصطدم بالثقافة السودانية، بيصطدم بواقع هو ما كان متخيله. في أسر ما بت يعني ما بتنمي في أولاده مثلا بعض الحاجات اللي هم ما بيكونوا عارفينها أو ما بدوهم فكرة عن السودان، فالواحد بيجي مكفول، يعني بيكون ما عارف إنه مثلا التعامل كيف، حتى بيجي بيلقى مثلا الطلاب بتاعين الخشوا معاه الجامعة السودانيين الموجودين يعني مقيمين في البلد، بيلقاوا إنه هو ذلك من الأساس، وبيمشي بيضرب بياكل مثلا البوش برا الفتة، وبيمشي مثلا في الثانوي وبيمشوا السوق بيمشوا كده بيركبوا المواصلات، ثقافة يعني حاجات بتناول حاجات بيعرف هو ما عنده الحاجة. هو لما يجي يعني حتى بيشوف إنه حاجات دي غريبة كيف إنه يطلع الدكان يتعود هناك في إنه بياكل سندويتش شاد كده، يعني بعض الحاجات غريبة عليه. ما متأزم للدرجة دي، يعني ما عارف أنتوا بتحسسون إنه ديل في المريخ وديل إحنا في الأرض، الموضوع ما بالصورة دي. يعني مثلا في السعودية صح لما في انغلاق شوي، بس اصلا السعوديه نفسها ما شاف انفتاح، يعني زمان كان في يعني هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي بتلقاها في كل مكان، قدام المدارس قدام الاسواق التجاريه في كل مكان، حاليا قل كثير، البلد بدات تنفتح، التعليم بدا يتطور، هم ذاته حسوا انه المفروض الشاب السعودي يعني ينهض اكثر. طيب انا احنا دي ما قضيتنا لكن بالضبط. لما عمر كباش يتحدث عن انه الطالبه بتجي من السعوديه وهي بكامل التزامها وهيئتها وشكلها اللي هي فرضها في البلد عايشة بعد فترة وجيزة من هنا في السودان، العباية ما في، الشعر مفكوك، الآخر ستايل آخر موضة وصرعة ومتابعة للموضة، هل بيحصل شنو؟ النقلة دي شنو سببها؟ أنا كنت هناك، أنا عارفة أنه أنا مثلا لابسة العباية هناك ولابسة الطرحة هناك عشان القوانين كده،
وانا عارفه انه انا لو ادتني الفرصه انه انا ما البسهم انا ما هلبسهم، لانه شنو ده ما مقتنعه بها يعني حاليا في الفتره الحاليه. ف ما يعني زي ما قلت لك يعني ان يعني الموضوع ما الموضوع كبير. يعني الموضوع ما كبير للدرجه دي. يعني المحجبه بتكون عارفه انه هي محجبه هنا وهناك، الدايره تقلع الطرحه بتقلع يعني هناك، عارف يعني مثلا في الزيارات وفي كده عارفه انه شنو عادي، هي لابسه الامر ده عشان الدوله. بس لما هتسافر في مكان ثاني، لما هتمشي السودان او غير السودان هتقلعهم، لانه ده شنو يكون بشكلها الطبيعي. طيب. اللي هي دايره. طيب يعني من الطبيعي المعروف يا عمر انه يعني برضو رزان مجتمعنا السوداني هو مجتمع يتقبل الآخر، خليك نعم. من نفسه نعم. يعني إذا كان أبناءه عاش في غربة وكذا، ليه في بعض الأحيان أنا ما داير أعمم يصعب على طلاب الشهادة العربية تكوين صداقات وعلاقات يعني مع زملائهم أو مع حتى جيرانهم من سكان الحي ولو لفترة طويلة يعني نعم. احتمال بعد ذاك يحصل، لكن ليه بيكون في تأخير ومرات يكون ما في أصلاً؟ في 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 البعض منهم يعني أنا ما بعمم، في البعض منهم بيقدروا بيندمجوا في المجتمع، وأنا شفت حالات إنه بيندمجوا في المجتمع، والجزء والغالب العام هم ما بيقدروا لأنهم جايين بثقافة جديدة. حتى يعني في الفترة الأخيرة نحن شهدنا بعض الحالات بتاعت الفحيط اللي هو تسمى في السعودية الفحيط، ثقافة جاية من السعودية يعني بقت في قريب من البيتش بتاع بوري، في المناطق اللي فيها طرق بتاعت أسفلت ما فيها حركة بتاع سير دائمة، هم بيجوا، ودي ثقافة عربية معروفة، ثقافة في الخليج، في الإمارات، في السعودية، في قطر. فدي من الثقافات يعني نحن في السودان ما كانت عندنا لها خطورتها ولها ما بعدها. حتى بعض الطلاب الشهادة العربية بيجوا بيقعدوا في منازل بتاعت أسرهم، ويكون مثلا الأب مشتري فيلا أو شقة في أحد الأحياء بتاعت الخرطوم الراغية، فبيقوم بيديها لولده أو بنته اللي هو بيدرس في السودان، فبيكون الشقة دي بتتحول لحاجة تانية، بتتحول لمحل بتاع شرب شيشة وأشياء أخرى كثيرة. أيوة بعض الشقق يعني ما بنقولها نحن الكل، ما بنجزم بين تحصل فيها ممارسات خاطئة، ودي برضو من الثقافات اللي احنا ما عندنا. طيب يعني نقول يعني ديل بيلقوا حريات ما كانوا مكبوتين، كله بيعتمد على الشخص نفسه وتربيته، وانت وريت ابنك الصح من الغلط، انت يعني العارف الصح من الغلط ما هيعمل الغلط حتى لو سافر وين. يعني حتى احنا ما بنتكلم ان السودان ده بلد منفتح 100%، يعني السودان ده برضو يعني بلد محافظ، يعني مجتمع محافظ، فما تقولي انه وجد الحرية بكاملة، هو ما وجد الحرية بكاملة، لكن هو الفكرة الغلط من هناك جاي. يعني في دور الرغابة، انا بتكلم عن دور الرغابة يعني النفسية، يعني لا انا بتكلم عن الأسرة، دائما وجود الأسرة الأب والأم قريب من الأطفال أو من الأولاد، هم ما بيقوا أطفال، هم أولاد كبار وبنات مثلا كبار، يعني هم سنهم خلاص وسن الرشد، لكن برضو بيحتاجوا لرغابة الفترة دي. يعني أنا بعتبر إنه فترة بتاعت السنة أولى جامعة أو تانية جامعة بتحتاج برضو لرغابة، فكونه إنه يعني أب يرسل بنته أو ولده للسودان ويقعد في منزل يعني لوحده، يعني في كثير من الأسر المحافظة بتخلي البنت أو الولد يقعد مع أخوه اللي هو مثلا أخو الأب اللي هو عم الطالب أو الطالبة، فدي بيكون أفضل. أنا بشوف راض عمه ده لاقاه ولا بيعرفه يعني العام ده بيكون عليه، لكن لما يكون في البيت براه خليك تديه مساحة كبير هيفرق طبعا، تديه مساحة زي ما قالت رزان، بتديه مساحة بتاعت يعني حرية زيادة، وهو بياخد راحته وبيعمل حاجات هي بعيدة عن العرف والدين والتقاليد والعادات اللي هو بيتبين الأمور دي، ما عشان هو جاي من السعودية، عشان هو أصلاً ما يعني هو داير يعمله، ما عشان إنه كان في السعودية وجاي بالثقافة دي من برا وكلام زي ده. أنا بختلف مع أستاذ رزان في إنه الكبت اللي بيمارس على الطلاب أو الطالبات في السعودية هو بيخليه بيفكر عن حتة يعني يكون فيها انفتاح، مش انفتاح في القوانين، انفتاح من نفسه يعني من شخصه على المجتمع، يعني ياخذ حريته، يعني انه في السعوديه ابوه بيراقبه وامه بتراقبه، انه حتى في السعوديه مثلا الاوقات الصلوات الخمسه في المسجد، حتى المطاعم، حتى المحلات العامه بيتم اغلاقها، فهو هنا بيجد براحه من الزمن، بيجد حريه مفرطه اللي هي ممكن تضيعه، بيلقى شباب مثلا بتاع مخدرات، بتاع خمر، بتاع غيره وغيره، فبيحصل له انجراف، يعني هو بيكون مغيد ومكبل في الحاجات الجديده عليه، الرغبات ذاتها، هو رغباته كانت يعني حاصل لها كبت
في السعوديه بالذات حاصل لها كبت، هو لما يجي هنا بيكون عاوز الحاجات المكبوته دي انه يطلعها. ومعروف انه النفسيه اماره بالسوء، يعني لما انت ما يكون عليك رغيف انه نفسك بتامرك بكثير. طيب لكن من يعني ما السعوديه بس، يعني لا طلاب الخليج وطلاب الدول المغرب العربي، يعني مثلا في المغرب في انفتاح، في 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 الامارات في انفتاح، في قطر، لكن السعوديه ما فيها انفتاح، يعني فيها كنترول. المشكلة على انه في السعوديه يعني بغض النظر عن مصطلح الداري يصيع بيقدر يصيع حتى في السعوديه، بس حتى في السعوديه بتلقى الفرصه نوعا ما، يعني ما ظاهره ما واضحه للناس، بس برضو بتلقى. لكن احنا بنحلل الان الاسباب اللي بتخلي زوج شخصيته دي تتغير، يعني انت ارجعتي الامر لانه هو لقى نفسه مثلا او لقى رغباته متاحه انه هي هو يعملها هناك، كان مكبوت او مفروض عليه والشيء، الوضع يختلف هنا، بقى عنده مساحات اوسع، عنده مساحه انه هو يقرر انا داير ولا ما داير، هو ذاته يكون شنو. عمر انت بتتكلم عن ضروره الرقابه في مرحله زي دي، لانه نعم. الانتقال من مجتمع الى مجتمع اخر مهما كان عمر الشاب هو جديد هنا، يعني نعم. عدم القدره على تكوين صداقات ده يعني ده خلونا نركز عليه اكثر. البنات من الشهادة العربية بيوصف إنهم الحنكوشات، هنا بيلبسن اللبس السميح، هنا الشهادة العربية قال لك أنا دي شهادة عربية. الحاجة دي في المجتمع يعني النظرة دي إيجابية ولا سلبية؟ النظرة دي لها يعني لها صورتين، إيجابية وسلبية. يعني مثلا أنا لما دخلت الجامعة قدرت أتعرف على بنات وأكون صداقات، في غيري ما قدر. في يعني مثلا يعني كان في بنت بالثلاثة أسابيع الأولى كده أنا ما شفتها انخرطت مع أي زول، افتكرت انه هي يعني هي انطوائيه، هي ما دايره، فلقيت انه هي اصلا يعني زي عندها نظره دنيا شويه، يعني هي اصلا ما يعني هي ما كانت دايره تجي هي السودان، هي شايفه الناس يعني لا هي ما شايفه الناس اقل وكذا، بس هي ما كانت دايره تجي السودان، ما كانت لسه شنو يعني لسه ما تعودت انه انا مفروض انا خلاص هعيش هنا وهكمل حياتي هنا وكلام زي ده. بس خلاص مع الوقت انت بتتعرف على ناس وبتعيش حياتك، يعني شنو الرهبه الاولى دي بتختفي مهما كنت شاد عربيه، مهما كنت الرهبة الأولى دي بتمر، يعني مهما مرت شهر شهرين يعني بس خلاص تتعود. يعني الإنسان بطبعه بيتعايش مع أي مجتمع يتحط فيه، يعني يعني مثلا تاني بس دل يعني دي النقطة المهمة في الموضوع، حبيت أسمعها كلها يعني لأنه الموضوع ده عمر يعني عامل قصة، يعني النكات بتطلع شهادة عربية الونسة أيوة. حتى الصفة يعني اللي شهادة عربية ولا شنو، يعني الحاجة دي النظرة دي أو الصفة اللي بتطلق دي في بعض الأحيان بتكون هي تحجيم، وفي بعض الأحيان بتكون هي تعظيم. دارين يعني نصل لحتة التوازن، إنه أنت في النهاية عايش في مجتمع حملت ثقافته، لكن لما جيت لمجتمعك لازم تستوعب ثقافته. هل عدم المعرفة الإلمام بالثقافة السودانية جزء كبير من النفور أو من البعد عن تكوين علاقات وصداقات وحياة كاملة؟ يعني بالتأكيد هو جزء، وزي ما قالت أستاذة رزان إنه النظرة بتاع التعالي من بعض الطلاب الشهادة العربية عندهم نظرة بتاع التعالي ونظرة بتاع الدونية للطلاب السودانيين اللي هو زملانه الموجودين في السودان، فدي بتخلق نوع من الحساسية وبتخلق نفور. يعني نحن عندنا السوداني بطبعه عنده العز والكرامة دي فوق كل شيء، يعني بقول لك إنه ليه مثلا هو بينظر لنا نظره دونيه، وليه هي مثلا بتنظر لنا نظره طبعا لكم بينظر نظره أيوة. دونيه، لكن ده طبعه وصرافه أيوة. عاديه عاش أيوة. عليها فعشان كده هو عشان اذا هو عنده نظره بتاع تعالي انا بشوف انه من باب اولى انه هو يتخلى عنها، دي واحده. اذا كان ثقافته الجبيه من هناك هي تعمل الحاجه دي، فالمفروض هو يستوعب ثقافة يعني المحلية يعني ويعرف انه مثلا الزملانه مثلا بيركبوا المواصلات، بيعملوا شير في الفطور، مثلا بيجاملوا زملانه مثلا الزميل المريض بيمشوا له في البيت، يعني بيعملوا حاجات انه مثلا في الثقافة السودانية ممكن تكون ما موجودة. يعني احنا مثلا عندنا التواصل والتراحم والترابط بين الزملاء، وعندنا الزمالة حاجة يعني مقدسة أيوة. فهم ممكن يكون ثقافته بيجيبها من هناك مختلفة عن زميل الدراسة، انتهت الدراسة انتهت صحيح. يعني مثلا انت زميل الدراسة مرات بيكون من جنسيات اخرى، ما يعني ما بتعمق علاقتك به شديد، بس برضو بتعمق يعني في يعني في تعامل كويس جدا مع زميله هنا أيوة. في السودان. بس مثلا انا بقول يعني هو جاي من بلد يعني وضعها الاقتصادي احسن، وضع المعيشه افضل، فلما يجي هنا السودان هو اصلا ما كان بيجي اجازات كثير، ده موضوع بيفرق. مثلا هو ما بيجي السودان كثير، ما عنده يعني فكره السودان شنو اصلا، حتى يعني حتى عند الجنسيات الاخرى السودان يعني انا السودان دي بلد افريقي، ما في اعلام بيوريك السودان ده شنو، ما يعني فانت طبيعي لو انت ما بتجي السودان كثير
لما تمشي هناك هتقعد تقارن، ممكن تقعد تقارن وما يعجبك. يعني ما ذنبه، ما ذنبه شديد يعني، ممكن ما يعجبك السودان يعني، ده طبيعي، دي ما هن حاجه ما هنكذب فيها يعني. احنا ما جايين في بلد يعني خطير وممتاز ووضع اقتصادي رائع، وبعدين هو هو مرات كتير بيجي من وضع اقتصادي احسن من اللي جا عنده. بس موضوع مواصلات وكده انت بتتعود، انت عايز تجرب يعني. انا بعد اسبوعين من الجامعه قررت انه لقيت انه قروش الامجاد كثيره صراحه، وانا ما داير اركب ترحيل، انا بديت اركب مواصلات. خلاص بتخش في الضغوط، الشمس تضربك، السخانه، خلاص بتتعود يعني. انت جيت عشان تقرا هنا هتعيش يعني، هتحاول تعيش زي باقي الناس. في النهايه انت اصلا طالب وعندك ليميت قروش معينه وعندك حاجات داير تعملها يعني. الغريبه بعد ذاك ما بسافر ثاني، ما بسافروا تاني. بيحبوا السودان دي يقول. والله في بيحبوا السودان، وفي بيكونوا مستنين اليوم اللي خلصوا امتحان فيه، ويعني انا بعرف اكتر بس يوم الامتحان بتلقاهم سافروا. انا اشكركم جدا والله، حاسس ان الموضوع ده يعني ممكن ناخد فيه زمن اطول من كده يا عمر يا رزان، لكن نتمنى ان نكون قدرنا وصلنا حاجه. نتمنى ذلك، ونشكر اسره برنامج تحت اللمبه لتناول القضايا الهامه والهادفه، ونقول لكم شكرا لكم، وان شاء الله نكون قدرنا وصلنا حتى ولو القليل الممكن يفيد المشاهد. شكرا لك. تسلم يا عمر كباشي. رزان شكرا لك. أهلا. شكرا لك. يلا أنا بس دايرة أقول نقطة أخيرة، إنه الشخص الشهادة عربية الغلط ما عليه وبراو، والغلط ما على المجتمع براو يعني. المشكلة كلها من المجتمع، من الحكومة ذاتها، من الفرد نفسه يعني. الأمر كله عايز يعني شنو زي إعادة نظر للأمر كله يعني، ما في واحد بيتحمل المشكلة براها يعني. فبس شكرا لك. شكرا لك وكتر خيرك. رزان محمد وعمر كباشي كانوا ضيوفنا في الفقرة الأولى من تحت اللمبة حول طلاب الشهادة العربية بين الاندماج والتوهان. احنا لسه مستمرين معاكم في تحت اللمبة، فقرة جديدة، استنوا. مواقع التواصل الاجتماعي تحمل كثير من الأخبار والمواضيع والصور اللي تلقى تفاعل من الشباب. نحن في هاشتاج لمبة الأسبوع ده هنقدم لكم عدد من هذه الموضوعات. في فقرة هاشتاج لمبة، مهرجان البقعة الدولي في دورة 14 بعد أن رصيد الستار على دورة ناجحة أضيفت إلى رصيد هذا العام، كان الفنان ميسر السراج شخصية المهرجان، وقد كرم المهرجان شخصيات شهد لها بالعطاء، في مقدمتهم الرائد المسرحي السير محجوب، محمد أحمد الشاعر، طارق بكري، مهندس الصوت ياسر عثمان، والناقد الفني طارق شريف، وبلغ عدد العروض المسرحية 14 حضيرة أكثر من 20,000 متفرج. يحتفل باليوم العالمي للشعر في 21 مارس من كل عام، وفي السودان كان في العديد من المنتديات والمراكز الثقافية اللي احتفت واحتفلت باليوم ده، منهم منتدى سودان كافي اللي كان فيه مجموعة من الشعراء في منتدى مشافة النص الشعري، وكمان معهد جوتا الألماني وإيزيس كافي وغيره من المنتديات والمراكز الثقافية. اليوم ده زاد من حركة الشعر في المنتديات في الآونة الأخيرة. الأسبوع الفات ممكن نسميه أسبوع الحزن على صفحات السوشيال ميديا. شهد الأسبوع ده وفاة مصعب شبيكة، حمد الشايقي وأمير الخال، نوارة شباب السودان، وهم من الناشطين المتطوعين. كان خبر وفاتهم فاجأ على أهلهم وأصحابهم وسط مواقع التواصل الاجتماعي.
سناير مجموعة شبابية أنتجوا مجموعة من الفيديوهات على الإنترنت بتناقش قضايا الطلاب داخل الجامعة والمواقف اللي بيعيشوها. سناير برنامج ترفيهي بيحكي ببساطة عن حياة الطلاب. حنتعرف عليه أكثر مع محمد متوكل، مؤسس ومخرج برنامج سناير. مشروع مكتبتنا، أول مكتبة استلاف عامة مجانية. من العنوان تعرف طوال إنه ده مشروع كبير بيركز على القراءة وبيخدم الشباب وبيقدم لهم خدمة كبيرة جدا. إحنا سعيدنا جدا نتعرف على فكرة هذا المشروع وأساسه ما من ضيفنا اليوم في حلول أحمد خميس، نائب المنسق الإعلامي لمشروع مكتبتنا. أهلا بك يا أحمد. مرحبا بك أستاذ ياني، ومرحبا بكل الناس اللي بتتابع سودانية 24. أهلا وسهلا، سعيد جدا أن أكون معكم الليلة. أول مكتبة استلاف عامة مجانية، أعرف هذه العبارة. أكيد مكتبتنا هي أول مكتبة استلاف عامة مجانية، هي واحدة من مشاريع حركة تعليم بلا حدود، هي حركة تعليم اجتماعية. الفكرة مكتبتنا هي كما معروف أنه عندنا مشكلة كبيرة في القراءة في السودان، أو ممكن نقول يعني مشكلة بتاعت مكتبات. عدد المكتبات في السودان بسيط جدا جدا مقارنة يعني بدول كثيرة. فكرة مكتبتنا رأت النور في العام 2015 بعد مجهودات شباب، هم فكروا في الفكرة دي ونظموا لها وشافوا حلول وأفكار كثيرة جدا جدا، فوصلوا لأنه يا أخي مكتبتنا هي ممكن تكون امتداد لحل مشكلة القراءة، ما في الخرطوم بس وإنما في السودان كله بالكامل. بالكامل. طيب بتقوم على شنو مكتبتنا؟ تفاصيل شنو؟ مكتبتنا هي بتعتمد على الأعضاء. أعضاء. أو الناس اللي بيجوا المكتبة تحديدا. في إنه العضو بتبرع علينا بثلاثة كتب. أوكي. هو كده بيضمن عضويته في المكتبة. يعني بعد ما يتبرع بثلاثة كتب دي عنده أحقية في إنه يستلف كتاب من المكتبة لمدة أقصى أسبوعين، وممكن بعد ذاك يعني يرجع الكتاب ويشيل كتاب تاني. أو ممكن يمدد الفترة اللي هي استلف فيها الكتاب ويشيل كتاب. على حسب ذوق. ما بيدفع رسوم، ما بيدفع ايجار، ما في رسوم، هي مكتبه استلاف عامه مجانيه. دي الفكره الاساسيه في انك انت ترغب القراء في انهم يجوا المكتبه. يعني الليله برا الكتب شويه نوعا ما في كتب اسعارها غاليه، اول كتاب ذاته زول بيشوف انه يا اخي والله انا 20 جنيه في الظروف دي بتخدمني اكثر من انه انا اشتري كتاب. فعلى حسب الناس طبعا. فدي الحاجه اللي بتوفرها مكتبتنا انه الكتاب مجاني والاشتراك بكتب. الاشتراك بكتب. انت بتكون تملك ثلاث كتب، بجي بديكم لا ببقى عضو في اي وقت بجي اشيل لي كتاب اقراه. الحاجه دي استجابوا لها الناس؟ اكيد. احنا الان عندنا ما يقارب يعني 1500 كتاب ما شاء الله، في تقريبا اكثر من 230 عضو. يعني مكتبه متحركه، يعني ما بقول انها جامده لكن المكتبه متحركه، خصوصا انه الفكره اللي تقبول وفي افكار كثيره وجديده طبعا. الاعضاء دي بيجوكم لحد عندكم ويجيبوا كتبهم ويشتركوا، بيعرفوا الموضوع ده كيف وبيصلوكم كيف؟ نحن بنعتمد اعتماد كلي على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اي، فيسبوك وانستغرام وتويتر. عندنا في الاعلام انه طوالي فيها ابديت للحاجات. يعني انت بتحاول تتكلم عن المكتبه، عن الحاجات اللي بتعملها المكتبه، الحاجه اللي بتقدمها لك المكتبه، كيف انا يعني اخلي الزول يجيني انا ويقرا. فدي الفكره. يعني احنا بشراكه ذكيه مع نادي زول ونزولا، هم اللي استضافونا. انتوا في نادي زول ونزولا؟ نادي زول ونزولا استضفناهم في الموسم اللي فات من تحت اللمبه. نادي زول ونزولا هم اللي فتحوا لنا بابه وفتحوا لنا قلبهم كمان. نحن بقينا اكثر من اسره، لان احنا كشباب جينا وشفنا الفكره دي وعجبتنا وحبينا نكون جزء منها وشارك فيها ونساهم فيها. فانت ممكن تجي تشيل الكتاب وتقراه في النادي. لكل زول يعني عنده حريه في انه اذا حب يقرا الكتاب في المكتبه ولا يشيله معاه البيت، فعلى حسب الزول. بتنظموا جلسات قراءه او فعاليات او حاجات مصاحبه للمشروع مكتبتنا؟ نحن في المكتبه عندنا زي ما بيقولوا سيستم. نحن عندنا 6 مكاتب، امانه المكتبه، المشاريع، الفعاليات، الاعلام، بالاضافه للمنسق العام للمكتبه ونائب المنسق. بعد اجتماعات كثيره وافكار بنجي مثلا لمكتب الفعاليات او منسق الفعاليات، بنشوف في مجموعه من الفعاليات بنختار واحده، هي بتكون طبعا على حسب مثلا اذا توفرت الحاجات والوسائل المساعده. يعني بنقوم نبدا نجهز لها بمجهودنا ومجهود التيم كله، وبعد ذاك بنختار مكان ونحدد الزمان
نبدأ نعلن الله يعني بوقت كافي في إنه نستقطب أكبر عدد من الشباب إذا كانت تدشين لكتاب أو قراءات شعرية أو حتى ممكن نقول موسيقية إذا فكرنا نربط بين حاجتين دي. حسيت برغبة الشباب في مشاريع زي دي يعني زي مكتبتنا؟ والله يا أخي ما بقول يعني كل الشباب يعني اللهم الحمد لله نحن قدرنا نوصل لعدد كبير. دائما في شباب يعني الأفكار دي بتصل للشباب اللي هم في العمل العام المتطوعين اللي بيكونوا في منظمات تانية وكده وسمعوا عن المشروع عجبتهم الفكرة. وأكيد في ناس حبوا إنه ينقلوا الحاجة دي للولايات ودي حصلت إنه إحنا في الصفحة نتواصل مع عدد من الناس هم حابين الفكرة إنه ينقلوها. طيب كيف نحن نعمل شنو؟ فدي الحاجة دي بعد ذاك نحن بنحولها للمكتب اللي هو مكتب العلاقات العامة هم بيقوموا بديروا الحاجة دي معهم في إنه كيف نحن نقول مكتبتنا دي لحتى الثانية. وعملت شنو في موضوع الولايات مهم جدا؟ موضوع الولايات ده مهم شديد وبيحتاج ذاته يعني أغلب الطلبة ممكن طبعا فهو بيحتاج بس جهد كبير جدا في إنه نقدر يعني نجتهد فيه كده شديد ونبدأ في مشروع الولايات. يعني ده هدفكم الجاي ياسين المشروع ده إما الولايات؟ أكيد أقرب ولاية نتوقع إنه يكون فيها مكتبتنا دي؟ والله دائما يعني أقرب ولاية لنا مدني توقعت بكلية الجزيرة أقرب ولاية لنا مدني بدل أسي التحدي ده معناه لشباب ولاية الجزيرة إنه مكتبتنا التارجت الآن أنتو يعني المفروض يبادروا بعد على الأقل بالمقر وبالإجراءات ويجوا يعملوا معاكم اتصالاتهم عشان يكون في مكتبتنا في مدينة. أنا شخصية أتوقع إنه تتصلوا عليه وتقول لنا الناس وناس مدني يجاوبوا مع المشروع ده إن شاء الله يا حكيت. وما مدني بس الشرق والشمال كل ولايات السودان نشوف الأسرع أكيد طبعا. نحن في مكتبتنا لنا حاليا سنة في ديسمبر 2015 كانت الانطلاق لمكتبتنا. ديسمبر الفات طبعا احتفلنا بمرور عام. جميل. كانت احتفالية جميلة جدا في مركز الجناد الثقافي بمشاركة مجموعة من الشباب اللي هم عندهم مشاريع مختلفة زي بازارات وكمان معرض فني وكده. يعني بنحاول نقرب من الشباب بأي صورة كانت في النهاية. احنا والله موضوع القراءة ده مهم في النهاية. انت يعني بالمشروع ده دارين نصل لانه نفتح العقول الإدراك والإلمام بالمعرفة سبيل أساسي للتطور وللتغيير الإيجابي. أفتكر إنه الرسالة دي رسالة مهمة جدا من خلال مشروعكم ده. أكيد طبعا وأتمنى يا كل المجتمع يقف معنا. نحن يمكن امتداد لشباب كتار في إنه يا أخ والله نحن حقيقي محتاجين للقراءة. القراءة عشان نطور من بيئتنا، القراءة عشان نطور من أفكارنا الغلط تحديدا، القراءة عشان نقدر يعني نقدم لبلدنا كل ما هو جميل، نقدر ننافس يعني. تحية لكل الشباب ساهموا في الموضوع ده، يعني أنا بشكرهم من هنا شديد عبركم عبر السودانية. مجموعة من الشباب يعني استقطعوا من وقتهم، نحن معظمنا طلاب، فده كان جهدي كبير جدا إنك توفق بين وقتك وبين المكتبة، أنت من مكتبة بتقعد من الساعة 2 للساعة 6 عصر، في ظروف احتمال شوية كده تكون صعبة بالنسبة لك، لكن تنسيق ما بيننا فبنحاول إنه المكتبة تكون مفتوحة. على مدار أسبوع ما عدا الجمعة في إنه الناس تجي وتقرأ وتشيل كتب تستلف كتب. الأمنية الآن اللي مطلوبة من شكل الدعم المطلوب من الآخرين وصل. والله يا أخي يعني أنا بقول إنه أكيد إحنا محتاجين للدعم ما بصفة خاصة أو مؤسسة أو شركة أو شيء، لكن محتاجين من الدعم من المجتمع ذاته في إنه يا أخي والله إحنا حقيقة عندنا مشكلة. ما في عدم وجود المكتبات، لا في مشكلة إنه إحنا كمجتمع شوية رافضين فكرة القراءة أو شايفينها صعبة كده يعني ما كلنا هو صعبة ما زال بس صعبة مرفوضة هي ما مرفوضة لكن صعبة. فأنا بتمنى إنه الناس يعني توعى للحتة دي شوف إنه والله يا أخي القراءة دي ما أكاديمية بس يعني أنا ما ممكن أكاديميا أعتمد على الأكاديمية بتاعتي أو شهادتي كده خلاص أنا اكتفيت بالحياة. فأنا بتمنى إنه المجتمع يعني يقف معانا وأي زول حاب يجينا شرفنا وشوف فكرتنا. طبعا ممكن كمان تجي المكتبه يعني وتشوف الحاجه بعينك بنصلكم ان شاء الله. احنا ده سيدي جزء من دعم المجتمع لكم اكيد ونتمنى انه يكون يعني الفتره القادمه يكون مكتبتنا الحلم اللي في راسكم يعني كل ولايات السودان. اشكرك جدا احمد خميس نائب المنسق الاعلامي لمشروع مكتبتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. اشكرك جدا. شكرا لكل اللي تابعونا في واحد من الحلول اللي بيقدموها الشباب لمجتمعهم. شباب قدموا مشروع مكتبتنا اول مكتبه استلاف عامه مجانيه. تواصلين معاكم في تحت اللمبة خليكم معنا.
وصلنا لختام هذه الحلقة من تحت اللمبة، وسولو كورنر هي آخر الفقرات اللي بنقدمها لكم في الحلقة دي اللي فيها الموسيقى الشبابية الراقية. أتمنى أن تجد الرضا والقبول، ونتلاقى إن شاء الله الأسبوع الجاي. أبقوا طيبين، سلام عليكم. ويسبرز فرقة شبابية، هم أصحاب جمعهم حبهم للموسيقى. اتأسست الفرقة دي في العام 2013 بقيادة محمد مامون ومرافي موسى. حاليا الفرقة بتتكون من 8 أعضاء. معظم الأغاني اللي بتميزهم أغاني هادفة بتناقش قضايا المجتمع. بنرحب بهم في تحت اللمبة ونسمعهم. طيبتنا الزايدة ونافذة، كل الناس بالهم راضي، سودان الغالي غصبا عننا مبسوطين. أما حقيقة الأمر الواقع إنه الناس جواها حزين، والأفراح بالقوة تسالبها.